السلام عليكم، مرحبا بكم. انا اليوم في واحد الشهيوه جديده مع الشيف فاديل. الشيف فاديل واحد السيد اللي عنده ان تري غون باركور، خدم في لي زونسين كبار بزاف، وكيقترح عليكم واحد الشهيوه اللي ما كتقامش غاليه. سلام شيف فاديل. عليكم السلام. صافا بخير؟ لا ربي يخليك. الشيف فاديل انا فرحانه بزاف اللي معك اليوم. انت واحد الشيف اللي عندك ان غون باركور وخدمتي مع الناس مهمين بزاف ومعروف في المغرب سورتو في الرباط وكازابلانكا. السلام عليكم. اجلك اللو. الوغ شيف فاديل، شنو الوجبه اليوم؟ الوجبه اليوم ان شاء الله لازان السردين بالتنجال. السردين والبنجال، كيف ما كتعرفوا البنجال راه كيتقام رخيص، والسردين من الحوت اللي هو السمك اللي كيتقام بثمن رمزي ما كيفوتش كنظن 25 درهم في السوق. بعض المرات كيكون ب 13 15 على حسب الموجه. على حسب الموجه. الوغ المقادير الشيف فاديل اللي كنحتاجوا لهذه الوجبه هذه لازان. الناس كيعرفوا بان لازان كتصوب بلي بات بالورقه وديك الشيء، دابا انت غادي ديرها بالبنجال. شو كنحتاجوا؟ تحتاج ان شاء الله بنجال، مطيشه باش تصيبو صوص طوماط اللي تيكون فيها الثومه والبصله والطوماط كونسونطري، ورقه سيداموسا باق ها بزار والسردين. وي وهنا كنشوف الفرماج، هنا لا بيشاميل وهنا فرماج. تري بيان، على بركه الله. تناخذ السردين. السردين كيف ما كنشوفوا هاد السردين الشيف فاديل، هذا ديجا طحنوا. شنو العطريه اللي فيه؟ طحنتو عيب بالماكينه ديال اللي تطحنوا بها المطيشه اللي كاينه اي دار فيها. ودرنا خضر بيان سور، خضر ودرنا هنا لي زيبينال ودرنا الحبق الملحه وبصار. تري بيان، باش نبداو الاولى ان شاء الله تبداو بالبنجال. بيان، بسم الله. البنجال شو غادي نديرو له؟ البنجال غادي نقليوه على هذا الشكل، هذا تنقطعوه اون لاميل. دونك ناخذو البنجال كنقطعوه هكا رقيوق هكا على الطول. موز البنجال تنخبطو صوص طوماط. إيه. صوص طوماط تنحتاجو بصلة وثومة ونقطع ومطيشة تنقيوها وتنقطعوها حتى هي صغيرة. تري بيان. هاهي من بعد ما نقيناها وي تنقطعوها بالشكل هادي، هادي طوماط كونكاسي تنقطعوها بحال هكا. من غير مطيشة شنو كتحتاج؟ بصلة وي ثومة. ها هي نقربها ليك. ها هي ناخذ بصلة، بصلة تاع تكراتية رقيقة اون لاميل. انا ملي كنسمع الصوص طوماط بصلة مطيشة كنقرد كلشي رقيق، ولكن الطريقة ديال الشيف فاديل هادي بروفيسيونيل. هادي طوماط كونكاسي، صوص طوماط كونكاسي. دونك هادي بطريقة أخرى كتكون مطحونة. صوص طوماط تنطحنوها. هادي طوماط كونكاسي تتبقى هكايا باش كتبقى تتبقى جامعة راسها. جامعة جامعة راسها. والثومة. الثومة. نحيدو هادي. نحرها شوية. كاين القلب ديال الثومة واحد كيزولو. تنحيدوه. انا تبارك الله عليا ملي كنكون كنطيب ولا طيبت كنخلي الثومه هكاك مجموعه كنقردها، اللي حار فيها كنخليه. سمعوا الشيف فاديل لي زاستيس ديالو. تري بيان، هادشي كامل دابا كيمشي كيطيب باش يوجد. تنذوب بصله زيت وزيت و تتشحروا شويه وتنزيدوا البصله مع الثومه وتنديروا مطيشه
وتنخليوها على شويه العافيه النار وتنديروا الطوماط كونسونطري يعني ماطيشه ديال الحك وي هي عندنا وي ومن بعد تنخليوها تطيب على المال تمشيو للدنجال كيتقلى تنقليوه تري بيان شيف فاديل دابا غادي نخليكم مع الشيف فاديل اون كويزين كيوجدنا هذا الشيء تنديروا هادو الزيت تقليو دابا تنديروا يتقلى عندنا درنا ملحه وبزار تنقليوه الزيت شويه شا سخونه دابا غندير زيت العود زيت الزيتون ونزيد الثومة بصلة بصل غنخليوها تحمر شي شوية تاخد اللون باش طيح داك البصلة وهذا نضيفو شوية ديال الملحة شوية البزار وشوية الحبق دابا غنضيف مطيشة تقطعنا نزيدو البزار وشوية الملحة غندير شويه ديال الحبق شويه مطيشه ديال الحك ناخذ زيت الزيتون من بعد ما درنا لاصوص والدنجال ونديروا هذا الشيء الاساسي ديال نفس هو السردين تنطيبوه بحال الشكل اللي تنطيبوا البولونيز هو الشاف ديال السردين اللي فيه الملحه كما قلنا فيه البزار فيه لي زيبينار فيه التومة وفيه الحبق تا هو الوغ هو الشيف جا عندنا طيب هادشي اون كويزين كيف ما شفتو وشرح ليكم شي شويه شيف فاضل دابا عندك كلشي واجد باش نوجدو دغيساج ديال هاد الاكله لازان بالكفته ديال السردين والدنجال واخا خبطو الدنجال اللي طيبنا تري بيان تشوفو بحال هكا كنسرحوه كنفرشوه تنفرشوه كل الاول وي تنجم نكملو حتى تنكملو الكوش الاول ديال اها نديرو اون باغتي باش يشوفو المشاهدين واخا حنا عندنا الوجبه ديالنا محضرينها غادي تشوفها في الاخر ولكن على الاقل تعرفوا الطريقه كيفاش دايره باش تقدروا تصوبوها في داركم تري بيان ومن بعد ناخذ نقرب لك هادشي هذا هي الكفته ديال السردين وما فيهاش ريحه السردين باش تعرفوا منين واحد كيصاوب الشرموله ديالها مزيان والشيف داير فيها حتى لي زيبينا الريحه ديالها كتجي بحال الكفته عاديه ما كانش موكا ريحه السردين وكاين دي زيبينات كاين الحبق وهادشي كامل كيعطي واحد النكهه زوينه في المذاق تري بيان واحد كيدير اون كوش اللي هي تكون عامره شويه ياك نعم وي تري بيان مول الكفته شو كنزيدو تناخذو طوماط كونكاس اللي صيبنا هي معلقه تمثو حتى هو شويه ديال
نفرشوا شويه. وي هنا الشيف فاضل كيوريكم الطريقه باش تجيكم سهله في داركم، مي في لا فان غادي تشوفوا لو بلا فينال كي كيجي. كوش ديال الباذنجان الاول، كوش ديال السردين، كوش ديال لاصوص طوماط كاسي ياك كاسي طوماط كون كاسي داكور. دي تيرم تكنيك هادو جداد عليا، شي واحد ملي كيكون مع لي بروفيسيونيل. نزيدك معلقه اخرى باش شنو غادي نديرو الشيف؟ حسبات ندير لابيشامل اللي معروفه بالحليب والنشا. وي معروفه لابيشامل، راه معروفه الواحد كيصوبها في دارو. حتى هي تنديروها شي شويه. تري بيان. كيجي واحد مجموعه ديال الالوان مختلفه كيعطي واحد المنظر مزيون في المنظر. تاي اون كوش هكا خفيفه. نعم تري بيان. هذا فرماج موزاريلا. تري بيان اوكي. دونك هكا هذه هي اللازانيا ديالنا الشيف. نعم مدام. تري بيان. وزيد اون اوتر كوش. لا بس ناخذ ورقه ديال سيدنا موسى. اكسيلا شويه ديال الهنا ومن بعد كدوز في الفران. دير واحد شويه ديال البازيليك حتى هو في الاخر عاوتاني غنديرو. وي تري بيان. من بعد تندخلوها للفران. كندخلوها للفران. دابا غادي تشوفوا لو بلا فينال، غادي يمشي يجيبوا الشيف فاضل في الفران. وها هي الاكله ديالنا بعد شحال الوقت بقات في الفران الشيف؟ هي مع كل شيء طايب. اها. تندخلوها باش تكراتينا الفرماج ولا سميتو تسخن مزيان 10 دقائق 12 13 دقيقة. تري بيان، اونتخ 10 اي 13 مينوت. الله يعطيك الصحة الشيف فاديل. كيف ما كتشوفوا أكلة سهلة كتقام رخيصة، كنقيس هذا الشيء حيت مازال سخون. إي فرونشمون سا كوت دو فوا ريان. السردين، بنجل، مطيشه، بصله، شكون اللي ما عندوش في الدار؟ شيف فاديل شكرا بزاف وتبارك الله على يديداتك وعلى الافكار ديالك اللي خليتي المشاهدين يكتشفوا هاد لا غوسيت هادي. ربي يخليك. شكرا. العفو لله. شكرا. وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله مع نوتخ غوسيت باذن الله.